فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأيضا هذه القصة فيها إنكار المنكر، فإن أحمد رحمه الله لما رأى هذا المنكر في هذا الحفل أو هذا الاجتماع أو هذه الدعوة انصرف ولم يجامل أو يسكت، بل انصرف وأبدى السبب في انصرافه، وهو أنه رأى منكرا. فهذا فيه أنه لا ينبغي السكوت عن المنكرات التي في الحفلات اليوم وقصور الأفراح وما أكثرها، وأن طالب العلم بالذات أنه ينبغي أن ينكر هذه الأشياء، فإذا لم تزل فإنه لا يجلس، بل ينصرف ويكون في هذا سلامة لذمته، ويكون في هذا نكاية بصاحب الدعوة. ولو أن الدعاة وطلبة العلم والعلماء فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس، ولكن يأتون ويجاملون ويجلسون، فانطمست الأمور وصارت عادية، صارت الأمور عادية. نعم. يقول أنكر بقلبي، ما بلغ المرتبة هذه. الإنكار على ثلاث درجات: ينكر بيده إذا كان له سلطة فيزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة فإنه ينكر بلسانه، يبين ويحذر ويبلغ، فإذا لم يجدي فإنه ينكر بقلبه، لا يستطيع بيده ولا بلسانه، ينكر بقلبه. وإذا أنكر بقلبه فإنه لا يجلس، لو أنكر بقلبه ما جلس، لكن إذا جلس هذا دليل على أنه لم ينكر بقلبه.